استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم أطفال ونساء في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، والذي يشهد قصفا عنيفا جوا وبرا وبحرا لليوم 328 على التوالي. هذا واستشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة جراء قصف طائرات الاحتلال مبنى سكني بمدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ، بينما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها باتجاه شاطئ القرارة شمال غرب خان يونس وشاطئ حي تل الهوى غربي مدينة غزة. كما يتواصل القصف المدفعي للمناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع وشمال غرب مدينة رفح الفلسطينية.